من خلالكم كنبغي نشكر الإخوان في جمعية منتدى بور تنمية ببنغرير على هذه الالتفاتة في حق الزجل وفي حقي شخصيا. هذا التكريم اللي كنعتبره هو تكريم للزجل، الزجل بطبيعة الحال اللي هو إبداع مغربي محض، واللي يعني في الآونة الأخيرة عرف واحد التطور من خلال يعني مجموعة ديال المبدعين، سواء كانوا مبدعين رائدين أو شباب اللي أثبت بالفعل على أنه يستحق الالتفات إليه. أيضا من خلال هذا المنبر نبغي نحيي الإخوان اللي سهروا على هذا النشاط هذا، واللي كنتمنى صادقا من خلال هذه اللحظة هذه هو أن الزجل خصو يعني بشكل رسمي يتعاد ليه الاعتبار، لأنه مني كان وجدوا في وزارة الثقافة أنها كتهتم حقيقة بالزجل، ولكن ما كينش عندنا جائزة ديال شعراء الزجل. كيقولنا راه الشعر بصفة عامة، ولكن مني كيخرجوا الجوائز يلا كاين غير الناس ديال الفصيح. هذا لا يعني أننا إحنا ضد الفصيح، الفصيح كنفتخروا به لأن عندنا شعراء ديالنا ديال الفصيح اللي أسماء وازنة، ولكن الزجل أيضا هو ابن هذا التربة، وكنبغوه يعني حتى هو يتم الاحتفاء به من طرف الجهات الرسميه والمسؤوله. بالنسبه للحمر والتراث، هو واحد التراث هو مشترك، لان علاش كنعيشوا في لان سواء في الرحامنة او في حمر هو منطقه اللي رعويه، بمعنى حتى ملي كنرجعوا للارشيف ولا كنرجعوا للتراث ديال المنطقتين كنلقاو يعني ثقافه رعويه. مثلا هنا كنلقاو الشكل ديال الحماده في الغناء، ايضا كنلقاوه عندنا هذا الشكل في بلاد حمر مثلا ملي كنهضروا على ولاد مني، وكاينه العيطه سواء كانت العيطه هنا ديال منطقه الحوز، وهي تتقاطع مع العيطه ديال الحصباوي اللي في عبده، وحمر كانت هي داك يعني داك الانترسيكسيون بين المنطقتين. فاحنا كنحسوا براسنا اننا كنا في منطقه واحده، والحمد لله احنا في مغرب واحد موحد رغم اختلافاته. هذه الاختلافات اللي هي تصب في 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 اغناء يعني التراث ديالو وفي اغناء الثقافه ديالو. الشكر موصول لجمعيه فور التنميه على هذه البادره الطيبه لاستقطاب احد نجوم المغرب في الشعر والزجل، السي ادريس بلعطار من قبيله حمر. وفعلا فهذا ان دل على شيء فانما يدل على مدى القرابه والتواصل بين قبائل حمر وقبيله الرحامنه، خاصه في الشق الثقافي والتراثي. والشكر دائما موصول لجمعيه فور التنميه على هذه البادره الطيبه، ونتمنوا تكون انطلاقه ان شاء الله المسار ثقافي وفني ومزيد من العطاء في هذا المجال، خاصه وهذا شرف لنا كقبيله الرحامنه لاستقطاب احد رواد الشعر سيدريس بلاطه.